ازيكم؟ عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس الاول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. ولو عجبكم بقى الفيديو اعمل لايك للفيديو وكمان كومنت كويس كده لو عجبكم الفيديوهات من النوعيه ديت علشان ان شاء الله تشجعوني بتقديم المزيد. ان شاء الله يا جماعه دي اهم افكار واهم اختراعات والات وادوات حديثه بتنزل وكل يوم ان شاء الله هعرضها لكم وتقولوا لي رايكم فيها. طبعا يا جماعه كل ستات البيوت بتحب تجدد في منزلها وكمان بتحب تختار الحاجه اللي بتخلي الحياه بسيطه وسهله وتبقى الحياه مريحه كده ما فيهاش تعب ولا جهد كبير علينا. تمام، كل يوم يا جماعه اختراعات وكل يوم ابتكارات علشان يخلي الحياة سهلة وبسيطة على الناس طبعا وعلى ستات البيوت. دي يا جماعة ضرب تلاجة كده بتحط فيها بتحفظي فيها الطعام بتاعك، بصراحة جميلة جدا. وكمان ده غطيان يا جماعة سيليكون في كمان بقى المقاسات اللي انت عايزاها، على كوباية، على طبق صغيرة، على طبق كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. دي كمان فرشة جميلة جدا بتحط فيها الصابون اللي انت هتغسلي بيه الحاجة اللي انت عايز تغسلي بيها، على السجاد او ملابس او كوتشيات زي ما انت شايفة كده. طبعا يا جماعه عارفين انتوا معدله الحوض والحاجات اللي بتبقى محطوطه على الحوض، فرش معجون او حاجات من ديت كمان لها حاجه جميله جدا، بتشيلي بتجمع كل الحاجات دي فيها وبتحفظيها في مكان واحد يبقى معروف كده. دي تقطعي البطاطس كده يا جماعه، وكمان بتقشر البطاطس وبتقطع اي حاجه اي خضروات على الطريقه اللي انت حباها. دي طقم توابل شكله شيك جدا وجميل، بصراحه عجبني جدا. وكمان يا جماعه المساحه ديت او الشرشوبه ديت بتمسح كده الاماكن اللي هي بعيده عليكي او مش بتعرفي تجيبيها تحت السرير او فوق خالص كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. باي باي.